فعلا الكثير من العائلات حالة الطوارئ عند خضوع عيالهم في المدارس للاختبارات. طبعا من هاي الاختبارات الإملائية واللي ممكن رغم اجتهادهم ما يحصلون فيها على نتائج تسرنا. طبعا هني ممكن نضطر ان احنا نخضعهم لاختبارات اخرى مثل اختبارات فحص النظر عند اخصائي العيون، وممكن طبعا ان احنا بهالطريقة نكون صلحنا نتائج كل هالاختبارات بمجرد استخدام النظارة. دكتورة، الكثير من الأطفال عيونهم حلوة وتجنن لكن يضطرون يخونها بنظارة رغم صغر سنهم، ليش؟ طبعاً بسبب ضعف النظر وأسباب ضعف النظر، وأسباب ضعف النظر كثيرة عنا. أول شيء الأسباب الوراثية اللي بتكون مثلاً الأب أو الأم عنده ضعف نظر، بتكون مثلاً أسباب مرضية، ممكن في مي بيضة في العين، مشاكل الشبكية من حتى الولادة. حتى من صغار تبدأ هالمشاكل؟ ممكن من هم في لسه مولودين حالياً يصير معهم هالشيء. يعني أنت ما يقولون مثل ما هم في اللفة يعني؟ أي ممكن أي. فهذه الأسباب إلها علاجات طبعاً، والأسباب المكتسبة اللي هي منها التكنولوجيا الجديدة، كل الأطفال عم تستخدم حالياً الآيباد، الموبايل، الكمبيوتر، بدراساتهم الحديثة حالياً عم يستخدم الكمبيوتر والآيباد كتير. صحيح. زين، شو الأشياء اللي ممكن عن طريقها الأم تتعرف على مشاكل النظر عند الطفل، وخاصة أنه يعني هي الدرس تكون معاه في أجواءه، شو الأشياء اللي تدور عليها؟ طبعاً أكثر شيء بالدراسة بيبين أنه الطفل دائماً بيقرب على الشيء، على الصورة، على الكتابة، ما عاد يشوف، أو بيقرب أثناء الكتابة، بيقرب حتى على التلفزيون، بعض الأحيان بيغمض عيونه شوي عشان يركز، فهاي العادة على طول بيبين أنه في شخص عنده ضعف نظر سواء كان طفل أو كبير. وطبعاً أثناء النظر للبعيد ممكن يغمض عين واحدة اللي هي ضعيفة ويركز بالعين الثانية اللي هي قوية. بعض الأحيان بتلاقي الطفل بيميل راسه شوي عشان يركز بعين أكثر من الثانية، وهي من أسباب طبعاً ضعف النظر مفروض الأهل يتبعوها يعني يطمنوا على ابنهم منها. إنزين، أنت اضطريتي مثل بعض المشاكل اللي تصيب العين أو النظر مثل المي البيضة، ضعف النظر وغيرها، وهاي يعني كثير منا ككبار في السن أو بالغين نواجهها، ولكن هل تختلف المشاكل هذه عند الأطفال عن الكبار؟ طبعاً المي البيضة ممكن الطفل هو لسه في بدن أمه ممكن يكون عنده مي بيضة، أسبابها طبعاً أخذ علاجات معينة من قبل الأم، أدوية معينة بدون ما تستشير الطبيب ممكن يعمل مي بيضة. طبعاً وبالنسبة لضعف النظر في كتير أنواع ضعف النظر اللي هي قصر النظر الميوبيا، بعد النظر الهايبرمتروبيا، والانحراف اللي هو الاستيغماتيزم، هذا موجود عند الكبار وعند الصغار نفس الشيء، بس بيختلف شوي بالكبار اللي بيصيروا بعد سن الأربعين بيصير عندنا بريسبايوبيا اللي هو ضعف النظر للقريب أو القراءة، فهذا الشيء اللي بيختلف بين الأطفال أو الصغار الشباب والكبار بعد سن الأربعين. زين، كثير طبعا من الاهالي الحين ياسين يفكرون ان احنا شاكين في اي سن المفروض الاهل يودون عيالهم عشان يفحصون النظر عند الطبيب. مبدئيا الطفل من اول ما ينولد ممكن ينفحص عند دكتور مختص بدياتريك افثالمولوجي او دكتور مختص بالاطفال، بيقدر يشوف اذا عنده مشاكل بالشبكيه او مشاكل في مي البيضة اثناء الولاده. ومن الثلاث شهور الاولى ممكن نراقب الطفل بحركاته، هل هو عم يطلع على الاشياء المتحركه اللي قدامه، عم يشوف الاشياء، عم يتبع الحركات او لا. فاذا كانت حركه الطفل او استجابه عينه وحركتها او تركيزه بطيئه ممكن يكون من ثلاث شهور الاولى يبين معنا انه عنده ضعف نظر. طبعا وبنفضل يفحص الطفل اللي بالمدرسه سنويا نظره عشان يهتموا بهالموضوع، اذا كان في ضعف نظر يعالجوه بلبس النظاره الطبيه. زين، من هاي النقطه انا ارجع لنقطه ذكرتيها قبل شوي اللي هي ان الطفل مرات يميل براسه عشان يشوف كونه عنده عين اقوى من عين او عين ضعيفه. فهل في خطورة في ضعف عين واحدة عن الثانية؟ طبعاً أكيد في عنا العين الكسولة بتظهر في وقت من الأوقات إذا كان الطفل عنده عين واحدة ضعيفة أو عين أضعف من الثانية. فاللي بيصير إنه بيركز بعين والعين الثانية بيهملها، فالدماغ تدريجياً بيلغيها من عنده، بياخذ إشارات عصبية من العين القوية، فبيصير الشخص يتطلع بعين واحدة والثانية تصير كسولة. فهلأ فحص الدوري للطفل ببين أنه إذا كان عنده ضعف نظر
يعالج هذا الموضوع، لأنه النظارة هي بتعوض له النقص الموجود في ضعف النظر، وأحسن ما يصير عنده حول، وأحسن ما يصير عنده كسل، لأنه الكسل صعب كتير علاجه بعد سن 12 سنة. فترة العلاج الكسل بين 3 سنوات و 12 سنة، ممكن بتغطية العين عشان العين السليمة منغطيها، والعين الثانية بتتقوي، يعني. بنقوي العين الضعيفة، فبتساوى العينتين مع بعض. ومع لبس النظارة ومساعدة الأهل طبعاً ومساعدة الطبيب لاستجابة الشخص للنظارة. إنزين دكتورة، من كلامك معنى هالكلام أن الحلول المطروحة للتعامل مع مثل هالمشاكل عند الطفل مثل ما قلت تستثني عمليات الليزر وغيرها، وتضطرنا نحن نلجأ للنظارة، صح؟ هلا ضعف النظر ما بيتعالج بالنظارة، وإنما إحنا بنوقف التطور أو تسارع ضعف النظر. يعني في اعتقادات للأسف خاطئة إنه لبس النظارة هو حيسبب لي ضعف النظر، أو إنه ما راح يحسن لي ضعف النظر. هو بيوقف ضعف النظر، بيحمي من الكسل والحوى. فإحنا إذا لبسنا بس ما يرجع النظر، لا ما بيرجع النظر إنه يرجع سليم 100%، لا بس هو بيعود، النظارة بتعود ضعف النظر الموجود لدى الطفل. أحسن ما يضل يركز في عيونه ويضل النظر يتراجع عنده، فالنظارة بتساعدنا إنه ما يسوء النظر أكثر. زين، الأطفال طبعاً دائماً يحبون الأشياء تكون متميزة وجميلة مثلهم. طريقة اختيار النظارة، كيف نساعدهم على اختيار النظارة المناسبة؟ هلا النظارة طبعاً أهم شيء الحجم يكون مناسب للعين، شكل الفريم أو النظارة مناسب للوجه الطفل، وطبعاً الوزن ما يكون كتير تقيل وتكون مثبتة منيح. يعني في مثالين كتير صغار عنا، في هذه الصورة لهذا الطفل، أوكي. الصورة هذه إذا بنلاحظ إنه العدسة مغطية كامل العين. هلا العدسة لما تكون نازلة شوي ما راح تعمل وضوح للطفل بالنظر، يعني حيكون إنه مش عم يركز منيح في النظارة، وهيك بيسبب لي كمان ضعف نظر، بتزيد ضعف النظر. فهذه مغطية كامل العين، بالتالي إنه النظر واضح حيكون عنده، والعدسة دائما لازم تكون بسنتر العين. بينما هذه الصورة إذا لاحظنا الطفل هون النظارة نازلة أول شيء، فمش على طرف عينه، مزبوط. والشكل مستطيل، دائما الشكل البيضاوي أو الدائري للطفل أحسن. هاي شكلها النظارة تبولها بسنها أكيد. وهذه النظارة بتلاقيها مستطيل كبير شوي على حجم الوجه تبعه، بالإضافة طبعا إلى شعر الطفل ما يكون دائما نازل على العين، لأن هذا الشيء بيسبب لنا ضعف نظر أكثر. فدايما الأطفال اللي عندهم شعر طويل على العين ينقصوا، خصوصا إذا كان عنده ضعف نظر. زين، الزيارة للطبيب، كل كم لازم نزور الطبيب بعد ما نعرف إنه في مشكلة في العين؟ مبدئيا الشخص اللي ما عنده ضعف نظر لازم سنويا يطمن على عينه، سواء كان طفل أو كبير. بالنسبة للطفل اللي عنده مشكلة أو ضعف نظر، بين 3 شهور أو 6 شهور هذا الشيء بيحدده الطبيب حسب حالة المريض. زين، هل نقدر نعتمد على مثل ما يقولون محلات بيع النظارات توفر لنا الفحوصات وتوفر لنا مثل ما يقولون اختيار النظارات والأشكال وغيرها؟ هل نقدر نعتمد عليهم كمصدر لفحص النظر وناخذ مثل ما يقولون بناء عليها نظارة؟ هلا لا شك انه هم اكيد في مختصين هناك بمشاكل ضعف النظر، لكن طبعا بالنسبه للاطفال بفضل اللجوء للطبيب، لانه بيفحصوا بشكل دقيق ودوري، وبيطمن على حالات الكسل وضعف النظر. ولازم نحط قطرات معينه لفحص الطفل، لانه الطفل دائما عنده الاكوموديشن عالي او التركيز عالي، فبعض الاحيان ما بيعطينا الدرجات الصحيحه، ففي قطرات بتساعدنا، في فحوصات بتساعدنا على الفحص بشكل دقيق. انزين، نصيحه اخيره تحبين توجهينها للاهالي اللي عندهم اطفال يواجهون مثل هالمشكله؟ اكيد انا بنصح اول شيء اي طفل من قبل المدرسه او اي اهالي عندهم ضعف نظر يفحصوا اولادهم، ولازم فحص الطفل من 3 سنوات بشكل مبدئي عشان يبين اذا في ضعف نظر، يلبسوا نظاره ويستمروا في العلاج احسن ما يتدهور النظر وتسوء الحاله ويصير عنده حول او كسل صعب علاجه في المستقبل. مشاهدينا، مثل ما شفتوا اطفالنا يشوفون احلامهم بعيونهم، لذلك المحافظه على هاي العيون شيء اساسي ومهم، لذلك راجعوا طبيب العيون لتطمنون على عيون عيالكم. والحين ننتقل وياكم للفقره الجايه.